فلسان الخروف يا ست العزيزة هو كالآتي، بيجي اللي هي منطقة جزئية في لسان الخروف بالإضافة إلى الجزئية هاي الموجودة في خلف اللي هي لسانات الخروف، هاي اللحامين بيحكوا لها اللغلوغ للسان. للأمانة هاي بيستخدموها بصاجيات المعليق وصواني المعليق برا، فنوعا ما بيجي اللحام ببيعك للسان لحاله أو بالمسلخ، بسألك بدك للسان لحاله ولا بدك إياه كامل؟ لما بتاخديه كامل بيكون سعره أغلى، عشان تكوني عارفة في فرق دينار بالسعر عن الحبة. الحبة سعرها بوصل ما بين دينارين ونص، ثلاثة، ثلاثة ونص، حسب اللحام، حسب المكان، إن كان بعمان الشرقية أو عمان الغربية اللحام، أو إذا جايبتي من المسلخ. أنا مع إنك تشوفي لك حدا بالمسلخ توصي، هذا واحد. هلأ أنا أخذته كامل لأنه كتير أطيب للصاجية، لأنه هاي الجزئية اللي هي منطقة اللغلوغ بصراحة كتير مدهنة ودسمة، فبتعطيكي طعم زاكي لفتة اللسانات، الصواني، وكمان اللي هي الصاجية. اتفقنا؟ فإذا أعطاك هي ناقص هاي القطعية اعرفي إنه سعره في فرق دينار عشان تكوني عارفة. مع إنك تشتري مجمد أنا مش مع، مع إنك تشتري فريش، وبعرف فريش من لون اللحم، لون اللحم بيكون زاهي وردي. هلأ بعدين أنا لما بدي أسلقه قديش مدة السلق يا شيف؟ ممكن يكون 45 دقيقة، ممكن يكون 50 دقيقة بطنجرة الضغط. إذا حبيت تحطي زي ما إحنا رح نعمله بدك تستني يستوي. كيف بعرف يستوى؟ لما بتقشر جلدة اللسان اللي هي فوق، تمام؟ يلا حطينا مي مغلية، رح نحط فيها الباقة العطرية، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي عود قرفة، ورق غار أو ورق لورا أو ورقة سيدنا موسى زي ما بتسموها، وحب هيل حب، بالإضافة لكبش قرنفل وسمار، تمام؟ حكيت لك بدك تحطي لك بصلة أو هاي بصل، بدك تحطي لك قشرة ليمون برضو كمان بتعطر بس بدون اللب الأبيض، اتفقنا؟ رح نجيب للسان، غسلناه كتير منيح، طبعاً للسان معروف إنه فيه لحمة كتير، يعني نسبة اللحم بمنطقة للسان كتيرة، هي لحم، تمام؟ فإحنا بنحطه زي ما هو كامل، بعرف إنه استوى أول ما تقشر معاي قشرة للسان اللي هي هاي الخارجية ما بدنا إياها، اتفقنا؟ فرح ننزل للسان بكل بساطة، يعني إذا مشيتي معاي بالخطوات شو ما كانت الست مش متمرسة امشي بالخطوات بتزبط معك الأمور، رح أتركه وأغطي عليه، لما بستوي معاي هلأ رح نرفع بالكفكير ونشوف. لما بتقشر قشرة اللسان كيف أنا أعرف؟ أنا ما بعرف أسوي هذا الصنف أبداً، رح أشيلهم، هاي هذا بقشرته، كيف بتقشر؟ هاي طلعي